بسم الله الرحمن الرحيم. من نماذج الدروس المرئية في مادة الفيزياء توصيل المكثفات. أولا، توصيل المكثفات على التوالي: إذا كان لدينا مجموعة من المكثفات المتصلة معا على التوالي بمصدر فرق جهده V، أي أن لديك ثلاث مكثفات C1 وC2 وC3 متصلين على التوالي كما بالشكل. في حالة توصيل المكثفات على التوالي، فإن الشحنة التي يختزنها كل مكثف تكون متساوية، ولكن الـ V متغيرة، أي أن الـ V الكلية تساوي V1 زائد V2 زائد V3. بتطبيق العلاقة V تساوي Q تقسيم C، حيث Q كمية الشحنة و C السعة الكهربية للمكثف. إذن يمكن أن نكتب العلاقة V V1 زائد V2 زائد V3 كما يلي: Q تقسيم C equal تساوي Q تقسيم C1 زائد Q تقسيم C2 زائد Q تقسيم C3. بما أن الشحنة التي يختزنها كل مكثف تكون متساوية، إذن 1 على C equal تساوي 1 تقسيم C1 زائد 1 تقسيم C2 زائد 1 تقسيم C3، أي أن مقلوب السعة المكافئة لمجموعة من المكثفات المتصلة معا على التوالي يساوي مجموع مقلوب سعة كل مكثف. تطبيق: وصل مكثفان سعتهما C1 3 مايكروفراد و C2 6 مايكروفراد على التوالي بمصدر يساوي فرق جهده 20 فولت. احسب كل من 1 السعة المكافئة لمكثفين، 2 شحنة كل مكثف، 3 الطاقة الكهربائية المختزنة في المكثفين معا. بيقول لي مكثفان C1 وC2 متصلان على التوالي كما موضح بالشكل المجاور. المطلوب الأول السعة المكافئة، بما أن 1 تقسيم C equal تساوي 1 تقسيم C1 زائد 1 تقسيم C2، إذن 1 تقسيم C equal تساوي 1 تقسيم 3 زائد 1 تقسيم 6. بالآلة الحاسبة نجد أن السعة المكافئة لمكثفين تساوي 2 مايكروفراد. تذكر جيدا أن السعة المكافئة في حالة توصيل المكثفات على التوالي تكون أقل من أصغر سعة في مجموعة المكثفات المعطاة، أي أن السعة المكافئة في هذه المسألة 2 مايكروفراد، وأقل سعة في المكثفين المعطى لك 3، أي أن السعة المكافئة أقل من أصغر سعة. المطلوب الثاني شحنة كل من المكثفين. في حالة التوالي تكون الشحنة التي يختزنها كل مكثف متساوية، أي أن الشحنة الكلية عبارة عن C equal ضرب V تساوي 2 ضرب 20 تساوي 40 مايكرو كولوم، وهي شحنة المكثف الأول وكذلك أيضا شحنة المكثف الثاني. المطلوب الثالث الطاقة الكهربائية المختزنة في المكثفين معا. تحسب الطاقة من العلاقة U تساوي نص C ضرب V تربيع. تذكر جيدا، هو مطلوب الطاقة المختزنة للمكثفين معا، إذن الـ U تساوي نص ضرب C المكافئة ضرب V تربيع. سعة المكافئة 2 مايكروفراد، يجب عليك أن تحولها إلى وحدة الفراد، أي نضرب في 10 سالب 6 ضرب 20 تربيع، إذن الـ U تساوي 4 في 10 إس ناقص 4 جول. يمكنك حساب الطاقة المختزنة بـ
إحدى العلاقات التي درستها، وهي U تساوي نص Q ضرب V، أو U تساوي نص ضرب Q تربيع تقسيم C. ثانيا، توصيل المكثفات على التوازي. إذا كان لدينا مجموعة من المكثفات وليكن ثلاثة مكثفات متصلة معا على التوازي بمصدر فرق جهد V كما موضح، في حالة توصيل المكثفات على التوالي فإن فرق الجهد بين لوحي كل مكثف يساوي فرق الجهد للمصدر، ولكن هناك اختلاف في كمية الشحنة التي يختزنها كل مكثف، أي أن V بتساوي V1 تساوي V2 تساوي V3، ولكن الشحنة الكلية تساوي مجموع شحنات المكثفات الثلاثة، أي أن Q equal تساوي Q1 زائد Q2 زائد Q3. إذن C equal ضرب V تساوي C1 ضرب V زائد C2 ضرب V زائد C3 ضرب V، بما أن فرق الجهد بين جميع المكثفات متساوي ويساوي فرق الجهد المصدر، إذن C equal تساوي C1 زائد C2 زائد C3، أي أن السعة المكافئة لمجموعة من المكثفات المتصلة معا على التوازي تساوي مجموع سعة كل مكثف. تطبيق: وصل مكثفان سعتهما 3 مايكروفراد و 6 مايكروفراد على التوازي بمصدر يساوي فرق جهد 20 فولت. احسب كل من واحد السعة المكافئة للمكثفين، 2 شحنة كل مكثف، 3 الطاقة الكهربائية المختزنة في المكثفين معا. بيقول لي مكثفان متصلان على التوازي كما موضح بالشكل المجاور، السعة المكافئة تساوي مجموع سعتي المكثف أي C1 زائد C2 تساوي 3 زائد 9 بتساوي 12 مايكروفاراد. المطلوب الثاني شحنة كل مكثف Q1 تساوي C1 ضرب V أي تساوي 3 ضرب 20 تساوي 60 مايكرو كولوم، Q2 تساوي C2 ضرب V تساوي 6 ضرب 20 تساوي 120 مايكرو كولوم. تذكر جيدا أن المكثف الذي سعته أكبر تكون كمية شحنته أكبر عند ثبات فرق الجهد. المطلوب الثالث الطاقة الكهربائية المختزنة في المكثفين U تساوي نص C ضرب V تربيع، إذن الـ U تساوي نص ضرب السعة المكافئة اللي هي 12 مايكروفراد تحول إلى الفاراد أي نضرب في 10 سالب 6 ضرب 20 الكل تربيع، إذن الطاقة المختزنة تساوي 2.4 في 10 أس 3 سالب 3 جول. وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى من التطبيقات في مادة الفيزياء.